نبتدر التحليل الرياضي، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكل عشاق الرياضة، وبالتأكيد هذا التحليل مع الصحفي سهل أحمد العبيد. أهلا ومرحبا بك يا سهل، صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. صباح النور يا سهل، ويعني الكنترول ادانا خبر جميل جدا يا إيمان قبل ما نبدأ التحليل الرياضي مع الزميل سهل أحمد عشان العبيد، عشان نحن برضو كقناة الشروق مساهمين مميزين في الرياضة. الزميل أشرف هو عامل في بوفيه الشروق، تم تسجيله في الشعبية بحري، طبعا ده خبر جميل جدا على المستوى الرياضي. بنقول له بالتوفيق ان شاء الله يا اشرف، وان شاء الله ترفع راسنا أكيد. وترفع راس ناس بحري هو وترفع ده راس الشروق باذن الله. جميل، احنا بنتكلم دائما عن انه كل انسان عنده قيمه في حياته وعنده هدف في حياته، من اهدافه انه كان يحقق واحده من طموحاته بانه يسجل في واحده من الانديه. يمكن في قناه الشروق كان تكييف الأمزجة على شاكلتها، لكن الآن أنا أعتقد بأنه إن شاء الله إن تكييف الأمزجة الرياضية سيتم إن شاء الله من خلال تسجيل الزميل أشرف لهذا الفريق، ونأمل إن شاء الله له كل التوفيق وكل الخير، ونسمع به إن شاء الله في التحليل الرياضي زي ما إحنا بنقدمه في كل يوم، نسمع بأجمل الأهداف إن شاء الله يحققها، وكل التوفيق لك يا أشرف. كل التوفيق لك طبعا. ونبدأ معك يا سهل بأول خبر، المريخ يتعاقد مع الثنائي البرازيلي ويؤكد انتهاء أزمة السماني صاوي. نعم، يمكن الثنائي البرازيلي اللي هو ماركوس وولتر تعاقد معهم المريخ في فترة ماضية، فترة الانتقالات الماضية، ويمكن نظرا لأنه تم منحهم الجنسية السودانية بعد تصديق رئاسة الجمهورية على منح الثنائي للجنسية السودانية، لكن يمكن عدم وجود كان خانة بالنسبة لهذا الثنائي في كشف المريخ، يمكن هو ما جعل المريخ يمكن يفكر في قيدهم في فترة أخرى. ويمكن الآن نظرا لأنه المريخ كان يعاني من يمكن عدم فرصته في التسجيلات، نظرا لأنه تم إيقاع عليه عقوبة من قبل الاتحاد الدولي بمنعه من التسجيلات، أضف إلى ذلك يمكن الآن المريخ كان يجب عليه أن يسجل حتى يمكن يستطيع أن يكمل كشفه، خصوصا وأنه الفترة القادمة حبلة بالمباريات، خصوصا بالنسبة للمريخ المشاركة على مستوى البطولة العربية تحديدا اللي بتتطلب فيها انه يكون الكشف على قمة الجاهزية بالنسبة لجميع اللاعبين، اضافة الى انه ايضا عنده عدد من لاعبين مطلقي الصراح، وما زال يحاول في اقناع الباقين من اجل التجديد لمواسم اخرى، لانه المريخ زي ما ذكرت في البداية هو ممنوع من التسجيلات، وبالتالي لا يستطيع ان يضم اي لاعب جديد، اما باستثناء اللاعبين يمكن المطلقين صراحة يحق لهم بعد الاتفاق انه يجدد التعاقد معهم مرة اخرى. عودة ايضا السمان الصاوي اعتقد انها ستكون اضافة كبيرة جدا بالنسبة للمريخ بعد اعارة اللاعب لنادي الاتحاد الليبي في الموسم الماضي ولمدة موسم كامل، اللاعب يمكن الى حد ما هو حقق نجاح نسبي مع نادي الاتحاد الليبي، واعتقد انه المريخ استفاد كثيرا من اعاره السمان الصاوي حتى من الناحيه الماديه، نظرا لانه المريخ استطاع من خلال هذه الاموال انه يسير كثير من المشاكل اللي كانت تواجهه، استطاع انه يحلها من خلال هذه الاموال، اعتقد انه هي كانت ايضا تعطي فرصه بالنسبه للاعبينا، لانه صراحه في السنوات الاخيره اصبحنا لا نشاهد عندنا لاعبين بيخرجوا ويشاركوا على المستوى الخارجي، يمكن حتى لو الدول المحيطه بنا، لانه بدايه الاحتراف كانت دائما يجب ان تكون على الاقل انطلاقا من الدول المجاوره، يمكن مثل الدوري المصري، الدوري التونسي، الدوري المغربي، في على امل انه يفتح باب لبقيه اللاعبين انهم يذهبوا للاحتراف خارجيا، لكن لا شك بانه عوده السمان الصاوي الى كشوفات نادي المريخ تعتبر اضافه كبيره جدا، خصوصا زي ما ذكرت في البدايه انه عنده مواجهات غايه في الصعوبه وتحتاج الى مثل هذه النوعيه من اللاعبين المتميزين اللي هم يمثلوا السمان الصاوي. نعم، ذكرت في حديثك بانه يعني تسجيل اللاعبين البرازيليين يمكن لانه ما في خانه، في حديث بانه السيد شداد هو يمكن يعني عدم السماح منه بتسجيل اللاعبين، هل هذه المعلومات صحيحه؟ وإن كانت صحيحة لماذا يتم هذا التعنت من قبل السيد شداد بعدم تسجيل اللاعبين البرازيليين المريخ؟ والله أعتقد أنه قد يخلق هذا الكلام ممكن بداية أزمة جديدة مرة أخرى يعني ما بين الاتحاد وما بين المريخ، على اعتبار أنه المريخ وجد تطمينات منذ البداية من الاتحاد العام بأنه اللاعبين متعاقدين أصلا مع المريخ وتم توقيع عقد مع اللاعبين، وبالتالي هم خارج فترة
أو العقوبة، وبالتالي بحق للمريخ أنه يضيفهم متى ما شاء باعتبار أنهم هم أصلا خارج العقوبة، يعني تم التعاقد معهم قبل إيقاع العقوبة على نادي المريخ. طيب أسباب رفض الشهادات شنو والله إلى الآن هو ما في أحد يعني يستطيع أن يفهم السبب الرئيسي، لكن أعتقد أنه قد يكون السبب هو أنه شداد يعتقد أنه الثنائي لا يحق له الانضمام إلى نادي المريخ باعتبار أنه المريخ ممنوع من أي تسجيل لاعب جديد، لكن بما أنه المريخ يمتلك عقودات سابقة للاعبين أعتقد أنه حسب تطمينات مازن أبو سن اللي هو مسؤول التسجيلات ومسؤول التنقلات الإلكترونية TMS أعتقد أنه كان هو من طمن المريخ بإكمال الإجراءات، وبالفعل يمكن اللاعبين قدموا من خارج السودان ووصلوا أيضا بحضور وكيل الأعمال اللبناني، تم الاتفاق مع اللاعبين لضمهم بشكل رسمي، لكن أعتقد أنه دي ستكون بوادر أزمة جديدة، يعني أعتقد أنه نحن ما ناقصين أزمات صحيح. جديدة يعني صراحة محتاجين لاستقرار يعني أيوه. ما حصل مع نهاية الموسم, الموسم من الأزمات صحيح. نعم طيب الهلال يصعد أطهر الطاهر ورمضان كابو وحسين الجريف بش الصغير ويشطب إبراهوما ومهند الريدة، والاتحاد يؤكد صحة إجراءات انتقال جمال سالم للهلال. بالنسبة لتصعيد أطهر وأعتقد أنه كان منطقي نظرا لأنه أطهر واحد من اللاعبين اللي يمكن أثبتوا نفسهم في التشكيلة الأساسية بالنسبة لنادي الهلال، صحيح أن الهلال مر بفترة فيها كان تغيير عدد من المدربين، بعض المدربين كان يعتمد على أطهر، بعض المدربين الآخرين كان يعتمد على السمول، لكن إجمالا كان أطهر يحظى بحضور دائم في المباريات على المستوى المحلي وحتى على المستوى الأفريقي، لذلك تصعيد أطهر أعتقد أنه إضافة كبيرة جدا بالنسبة لنادي الهلال، خصوصا أنه اللاعب ما زال صغير في السن ويمتلك إمكانيات كبيرة، كان له دور كبير جدا أيضا في الانتصارات اللي حقق الهلال في المباريات الأخيرة، ولا ننسى فوزه على هلال الأبيض أيضا كان بهدف صحيح. اللاعب أطهر، أيضا رمضان كابو أيضا من اللاعبين المتميزين على مستوى خط الدفاع صحيح. حسين الجريف أيضا لاعب متميز صراحة، وممكن أيضا من اللاعبين اللي أيضا بيظهروا بشكل ثابت، شطب اللاعب أو الاستغناء عن اللاعب إبراهيم أعتقد أنه يمكن دي كان فيها كثير من الكلام على اعتبار أنه تسجيله أصلا كان هي عبارة عن مكايدة بالنسبة لنادي المريخ، على اعتبار هو قادم من نادي المريخ، المريخ لم يجدد عقد اللاعب وهو فضل الانتقال إلى نادي الهلال، لذلك يمكن دائما نحن نتحدث عن أنه التسجيلات الإدارية في نهاية المطاف غالبا ما تأتي بمثل هذه النتائج، اللاعب لا يستقر مع الفريق، لا يلعب بشكل أساسي، في نهاية المطاف النادي بيدفع أموال طائلة ثم بعد ذلك يأتي ويتم شطب اللاعب دون أن يستفيد منه النادي، لذلك أنا أعتقد دائما من المهم ومن الضروري في أنه في كل فترة تسجيلات وفترة انتقالات أنه تتم هذه التسجيلات والانتقالات برؤية نعم. فنية محضة بعيدا نعم. عن التدخلات الإدارية حتى يستطيعوا هؤلاء اللاعبين القادمين الجدد انهم يستطيعوا ان يثبتوا نفسهم على اعتبار انهم يمتلكون الامكانيات نظرا لانه التسجيل كان فني وليس اداري. نعم ده الحديث عن الهلال المريخ او المريخ الهلال، نتمنى ان شاء الله بانه يتم تجاوز كل المشكلات الممكنه حتى ننتقل لموسم ان شاء الله يكون اكثر توازنا واكثر انضباطا واكثر ان شاء الله تحقيقا للفوز باذن الله. بالامس طبعا كل الناس كانت بتتابع يعني الرياضه العالميه، ويمكن كانت شهقة دعنا نقول في كل الموجودين يمكن يكون في العالم بإصابة ميسي، كان هذه يعني بالتأكيد لها مدلولاتها، وبالتأكيد يمكن الصورة اللي هي بتحكي من ثم أعلن نادي برشلونة رسميا غياب قائده ليونيل ميسي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر المفروض أنها تكون يوم 28 أكتوبر الجاري في قمة مباريات الدوري الأسباني بسبب الإصابة. كلمنا عن الإصابة دي بتأكيد تأثيرها على الجمهور وتأثيرها بالتأكيد على المباراة القادمة. أكيد هي ما في شك أنه إصابة ليونيل ميسي أعتقد أنها ضربة كبيرة جدا بالنسبة لنادي برشلونة، خصوصا أنه نادي برشلونة في السنوات الأخيرة ظل يعتمد بشكل كبير جدا صحيح. على وجود ليونيل ميسي في تحقيق الانتصارات. يمكن اجمل تطريف او اجمل خبر انا وطرفه سمعته يعني تعليقا على اصابه ميسي، واحد علق وقال انه كان من المفترض انه يتم قطع النقل المباشر للمباراه والانتقال الى المستشفى مباشره نقل مباشر للمستشفى بالضبط، يعني يمكن
دلالة على أنه صحيح. ما يمثله ميسي صحيح. يعني وإصابته يمكن هو سقوطه على يده للأسف من الإصابة اتضحت أنه كسر في ساعد الأيمن للاعب ليونيل ميسي وبالتالي تأكد رسميا غيابه لمدة 3 أسابيع للأسف أنه سيغيب عن المواجهة القادمة المهمة بالنسبة لنادي برشلونة على مستوى دوري الأبطال أمام إنتر ميلان مباراة صعبة جدا حتى وإن كانت ستقام على ملعب الكامب نو أضف إلى ذلك أيضا أنه المواجهة القادمة اللي ستجمع برشلونة على مستوى الدوري بغريمه ريال مدريد على مستوى الدوري أيضا هي مباراة كلاسيكو وللأسف أنه لأول مرة قد نشاهد كلاسيكو بدون ميسي وبدون كريستيانو أعتقد أنه فعلا يعني إصابة كبيرة بالرغم من انه برشلونه صحيح حقق الانتصار اصابه كبيره واصابه ايضا داخل النادي يعني خلينا نقول من ناحيه نفسيه بالتاكيد طبعا طبعا والله بشكل يعني للجمهور برشلونه نعم بدون ميسي اعتقد انه بتشعر بانه كانه فريق ضايع نعم. او تايه نعم. بالرغم من انه صحيح هو فريق يمتلك امكانيات صحيح. كبيره ويمتلك لاعبين اصحاب جوده عاليه غياب القياده لكن لا شك بانه ايضا اكيد غياب ليونيل ميسي هو ضربه كبيره جدا بالنسبه لبرشلونه يمكن حتى بعض جماهير برشلونه وصفت بالامس انه اصابه ميسي هي عباره عن توقف لكره القدم واعتقد انه فعلا يمكن كثير من المحللين والمراقبين ايضا بيعتقدوا انه اصابه ليونيل ميسي هي ايقاف للمتعه لمده 3 أسابيع خلينا نقول اللاعب الكاريزما اللي هو بيسيطر بشكل بشخصيته الكبيره على كل الجماهير في كل العالم عموما احنا كده تنقلنا ما بين السودان وما بين العالميه اكيد في كثير من الاخبار والتحليلات لكن احنا بالتاكيد زمننا انتهى صحيح. طبعا الف سلامه لميسي وان شاء الله الجماهير يفرحوا بعافيته قريب ان شاء الله وعلى مستوى الاخبار العالميه ايضا لكن بدون تحليل لانه زمننا انتهى ريال مدريد واصل تعثره بالخسارة من ليفانتي بهدفين لهدف ليتدحرج للمركز الرابع بكده فقراتنا ومساحاتنا تكون انتهت شكرا يا سهل شكرا جزيلا لك يعطيك العافية تأكيد أنا سعيدة جدا بأنه كنت معكم خلال إحنا الأسعد يا إمام يوم الأحد خليكي يعني. قريبة إن شاء الله من الأحد يعني قريبة بكرة إن شاء الله هكون موجودة بإذن الله يكون معتصم رجع بألف سلامة ونكون بإذن الله أنا معتصم سويا في يوم الاثنين من صباح الشروق شكرا لك بالتأكيد يا داليا شكرا لكم شكرا للكنترول بالتأكيد نلتقيكم بإذن الله على ألف خير إلى اللقاء